أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. الغدير ثم الغدير، ما هي أسرار وأسباب التأكيد والإصرار على إحياء الغدير؟ وهكذا سائر المناسبات المرتبطة بأهل البيت صلوات الله عليهم. هناك أسرار في ذلك وأسباب لذلك. أولا، أن ذلك هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهذا أهم ما في حياة الإنسان، إطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى. ما الأسباب؟ لا علي، أنا عبد أطيع الله سبحانه وتعالى. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى؟ لأي شيء، لحكمة عنده. هذا أولا. ثانيا، هذا تعظيم وتقدير لصاحبي الغدير. النبي والوصي صلوات الله عليهما وآلهما، وهذا أمر واضح جلي. تعظيم مناسبة، تعظيم لصاحب المناسبة، لا يحتاج إلى استدلال، أمر بديهي. ومن أولى بالتعظيم من الرسول ومن زوج البتول صلوات الله عليهم وآله؟ هذا ثانيا، ولا أريد أن أتوقف عند هاتين النقطتين. النقطة الثالثة وهي محطة وقوفنا في هذا اليوم، أن تعظيم إحياء الاحتفال النشر الإذاعة للغدير،
هذا نشر للفضيلة. أي عمل بأي صورة مشروعة، أؤكد، أي عمل بأي صورة مشروعة للغدير هذا نشر للفضيلة. لماذا؟ الدليل واضح. أي شيء عن الغدير، أي عمل صغيرا كان أو كبيرا في أي بعد من أبعاد الغدير، أي عمل للغدير بلا شك بالبداهة يرتبط باسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أصلا الغدير هو مرتبط بهذا الاسم الشريف. يعني النشر للغدير، تعظيم الغدير ربط للنفس وللناس بأمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا أعلم أقول مصدر للفضيلة، أقول هو الفضيلة. العبارات لا تؤدي الواقع الكبير الضخم العظيم. بعبارة أخرى، العمل الغديري بأي صورة مشروعة، بأي صورة يحيي، بنسبة يحيي الأخلاق، يحيي الفضائل، يحيي التعامل الحسن، يحيي بصورة عامة الفضائل العملية والنفسية. إخواني، خذ أي مقطع من مقاطع حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، تجد الفضيلة بدرجة تذهل العقول، لا أعلى، تجد الفضيلة بدرجة إعجازية. أخذ مقطع واحد من مقاطع حياة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، طبعا مثل هذا المقطع بالعشرات في حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهو حرب الجمل. ولاحظوا الفضيلة في هذه الحرب، لاحظوا التعامل الأخلاقي، التعامل الإنساني الإعجازي، أصلا شيء فوق المستوى الممكن للناس الذي صنعه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. أولا، طلحة والزبير جاء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال نريد أن نذهب إلى العمرة. أمير المؤمنين كان يعلم علم اليقين، كان يرى بأنهم لا يريدون العمرة، يريدون أن يذهبوا إلى البصرة ويثيرون هذه الفتنة الكبيرة. ما كان فقط يعلم، قد أخبر بذلك، أخبر عدد من أصحابه، أخبر طلحة والزبير بأنهما يريدان ولكنكما تريدان الغدرة، أخبرهما. كان يعلم علم اليقين بأنهما يذهبان إلى البصرة ويلتحق بنو أمية ويثيرون هذه الفتنة. يا أمير المؤمنين، خذهما، احبسهما. أشار عدد من أصحاب أمير المؤمنين، عندما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك بعض أصحابه أشاروا عليه، يا أمير المؤمنين احبسهما. لا، إلى الآن لم يرتكبا جريمة،
ليس من حقي أن أحبسهما. بالله عليكم في تاريخ البشر تعرفون هكذا نموذج؟ إلى الآن ما ارتكب جريمة. هذا المنطق، هذه الفضيلة، كم تعطيها من الثمن، كم تعطيها من القيمة؟ هذه النقطة، هذه الكلمة توزن بموازين الذهب والفضة في الأرض كلها. ذهبة قادت حرب الجمل، دخلوا إلى البصرة وصنعوا في البصرة ما صنعوا من الفجائع، من إراقة الدماء. أخذوا والي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والي أمير المؤمنين آنذاك عثمان بن حنيف الأنصاري، رجل شيبة كل محاسنه بيضاء، أخذوه ضربوه أدموه، نتفوا كل شعر، كان كثير كث اللحية، نتفوا كل شعرة في لحيته، هذا في التاريخ ورد، ما بقيت شعرة واحدة، نتفوها، عذبوها أيما تعذيب. أخرجوه من البصرة، التحق بأمير المؤمنين، أمير المؤمنين عندما رآه بكى، هذه الشيبة ماذا صنع بكم؟ والي أمير المؤمنين هكذا صنعوا به. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جاءوا واصطفوا أمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه بجيش جرار. جيش أمير المؤمنين عدده كان أكبر، أصلا جيش أمير المؤمنين لا يحتاج إلى عدد، هو أمير المؤمنين موجود في الجيش صلوات الله وسلامه عليه، ناهيك عن أصحابه، جيش غالب حتما بالتأكيد. يا أمير المؤمنين اهجم عليهم اقتلهم، لا ما أبدأ بقتال. أرسل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شخصا ينصحهم، يعظهم، ماذا تريدون؟ نجلس نتحدث، لماذا نريق دماء؟ عندنا منطق، عندكم منطق؟ رفضوا. أرسل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شخصا ثانيا، أصحاب أمير المؤمنين يقولون يا أمير المؤمنين اهجم عليهم، لا ننتظر لعله يؤثر. أرسل شخصا ثانيا ينصحهم، ما نفع. أرسل شخصا ثالثا، ما نفع. أرسل شخصا رابعا، أربعة خمس، وقتلوا بعضهم، وهذه جريمة بكل القوانين. الرسول لا يقتل، هذا الرسول، هذا جاء يبلغكم رسالة، قتلوه. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال ما أبدأ بقتال. هم رشقوا جيش أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالسهام، خلاص ندافع، رشقوا بالسهام، وبالفعل بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قتلوا في هذه الرشقة. في بعض مصادر التاريخ السهام جاءت إلى جيش أمير المؤمنين كالجراد المنتشر، لعل بعضكم رأيتم الجراد، هكذا آلاف مؤلفة من السهام، ندافع عن أنفسنا. عند ذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بدأ بالدفاع، هو الحاكم بكل الموازين، هو حاكم، حاكم شرعي، حاكم شرعي من الله سبحانه وتعالى، واضح بديهي عند المسلمين، حاكم عند العقلاء، كل الناس بايعوه برغبة، ما أجبر شخصا واحدا على البيعة. بعض الناس قلة قليلة كتبوا أنه 12 شخصا ما بايعوا أمير المؤمنين، فقط من كل هؤلاء العدد الكبير في بداية بيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كل الناس بايعوا، هؤلاء ما بايعوا، تخلفوا وأصروا على هذا التخلف. البعض أشار على أمير المؤمنين أنه نخوفهم، أمير المؤمنين ما رضي أبدا، يريد أن يبايع رغبة يبايع، لا يريد أن يبايع على راحته، خلاص الناس كلهم بايعوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام،
من الناحية العقلائية، من الناحية القانونية، من الناحية الشرعية، هو الحاكم. وهو الحاكم ماذا صنع؟ لماذا هذا الجيش الجرار وكلهم أكثرهم كانوا قد بايعوا أمير المؤمنين، باستثناء كم واحد فقط في الجيش ما كان قد بايع؟ ما بدأ بقتل، خلص الحرب صارت، يعني النار اشتعلت بداية الحرب قبل أن يهجم جيش أمير المؤمنين. عندما رشقوا أولئك جيش أمير المؤمنين بالسهام، هنا أبواب الحرب انفتحت، خلاص الآن ستبدأ الحرب. نادى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أصحابه: أيها الناس، لا تقتلوا مدبرا، لا تجهزوا على جريح. توصيات أخلاقية في بداية الحرب، الحرب التي أشعلوها أولئك. لا تجهزوا على جريح، لا تكشفوا عورة، لا تهيجوا امرأة، لا تخيفوا امرأة، لا تمثلوا بقتيل. بالله عليكم، في كل تاريخ البشر تعرفون قائد عندما تبدأ الحرب والحرب ظلم من أولئك على أمير المؤمنين في بداية الحرب قبل أن يبدأ أصحابه بالقتال يوصيهم بالأخلاقيات؟ هذه الفضيلة ماذا تسمى؟ تسمى فضيلة إعجازية أم لا؟ في هذا الوقت يا أمير المؤمنين، هؤلاء يريدون أن يقتلوننا، يريدون أن يقطعوننا، وبالفعل قد صنعوا. مئات من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه قتلوا. يوصي أصحابه بالفضيلة، شخص مدبر أدبر خرج من ساحة القتال اتركوه لا تقتلوه، شخص جريح خلاص الآن لا يتمكن أن يحمل السلاح لا تقتلوه، لا تجهزوا على جريح، شخص يوجد في جسمه شيء قبيح لا تكشفوه، لا تكشفوا عورة. تعلمون هكذا فضيلة؟ يوجد نموذج آخر لهكذا فضائل؟ الحرب انتهت، خسروا أولئك المعركة، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام انتصر، أعلن إعلانا عاما أي شخص من جيش العدو، أي شخص عنده متاع عنده بضاعة في ساحة المعركة ليأتي ويأخذ. في تاريخ الأولين والآخرين كم حروب صارت في الأرض؟ عشرات الآلاف. تعرفون نموذج آخر لهذه القضية؟ أي شخص من جيش العدو، هؤلاء المعتدون، هؤلاء السفاكون للدماء، هؤلاء الذين أثاروا هذه الفتنة الكبيرة، أي شخص عنده متاع عنده بضاعة في ساحة المعركة ليأتي ويأخذ. وجاءوا بالفعل، جاءوا وأخذوا. شخص جاء إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من الطرف الآخر، هو جاء إلى أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، طبعا ما قال لا يا أمير المؤمنين لعله، قال: هذه الفرس لي، فرس غالية، تسوى. قال: هذه الفرس لي. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: أتي بشهود. جاء بشهود شهدوا له أن هذه الفرس، الفرس التي استخدمت في الحرب ضد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، جاء بشهود شهدوا له أن هذه الفرس له. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمر: أعطوه. أعطوه الفرس. يوجد هذا في التاريخ موجود. هرب قادة الجمل، اختبأوا في دار في البصرة، دار كبيرة في غرف في هذه الدار. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جاء ينهي الحرب، خلاص جاء لهذه الدار. كانت هناك امرأة ناصبية، هي وزوجها، مجموعة نواصب، هي كانت موجودة ومجموعة من النساء. صحن في وجه أمير المؤمنين: هذا قاتل الأحبة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا أمر بقتل أحد،
لا أمر بسجن إحدى هذه النسوة أبد. رد عليها بكلمة، هي قالت كلمة رد عليها بكلمة، كلمة منطقية فقط ما سبها. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت قاتل الأحبة كما تقولين لقتلت من في هذا البيت، أشار إلى غرفة، ومن في هذه الدار، في غرفة من الغرف مروان، في غرفة من الغرف عبد الله ابن الزبير، قادة الحرب. أنا قاتل الأحبة، أحبتكم، أحبتكم أثاروا فتنة، أحبتكم أشعلوا نار حرب، هم قاتلونا، نحن دافعنا عن أنفسنا، قتلوا في هذه النار التي أشعلوها هم. لو كنت أريد أن أقتل الآن كنت أقتل، أقتل والآن أنا متمكن منهم. وضعت الحرب أوزارها، انتهت الحرب. هذه النقطة لاحظوها، تصوروا هذا الذي أقول إعجاز في الفضيلة، هذا حق أم لا؟ الحرب قمة مستوى الغضب الذي يستولي على الإنسان هو في الحرب. مقومات الغضب، الأمور التي تثير الغضب ما هي؟ كلها موجودة في الحرب: سيوف، دماء، رقاب تقطع، أيدي تسقط، سب، شات، ما الذي تريد من الأمور التي تثير الغضب موجودة في الحرب، واضح. الشخص في هذا المستوى من إثارات الغضب يتمكن أن يضبط غضبه، هذا هو بحد ذاته شيء جدا صعب، أصعب من الصعب، يكاد أن يكون مستحيلا. فكيف وأنه لا يضبط غضبه فقط؟ لاحظوا ماذا صنع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهت الحرب. جمع عدد من جيش العدو وخطب فيهم خطبة، حمد الله، أثنى عليه، صلى على النبي وآله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله. ثم قال في مقطع من كلامه: فما يخاطب جيش العدو، هؤلاء الذين إلى قبل ساعة أو ساعات كانوا يقاتلون أمير المؤمنين، كانوا يريدون أن يقتلوا أمير المؤمنين، وبعد ذلك أيضا بقي كثير منهم يحب أن يقتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. خاطبهم، قال لهم: فما ظنكم يا أهل البصرة وقد نكثتم بيعتي وظاهرتم على عدوي، ما ظنكم أنا أصنع بكم؟ فقام إليه رجل قال: نظن بك خيرا وقد غلبت وقدرت، فإن عاقبت فقد، مضمون كلامه، فقد نستحق أو استحقنا ذلك، وإن عفوت فالله يحب العفو. فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بهذا النص 3 كلمات: قد عفوت عنكم. إخواني، في كل تاريخ الحروب ائتوا لي بنموذج آخر غير ما صنعه رسول الله وصنعه أمير المؤمنين، ائتوا لي بنموذج آخر في الحرب: شخص قائد ينتصر والطرف الآخر يخسر الحرب، يأتي إليهم ويستشيرهم فيما يفعل بهم. موجود هذا في كل تاريخ البشر، في تاريخ الأولين، في تاريخ الآخرين، إلى يومنا هذا. يقول: ماذا أصنع بكم؟ يستشيرهم؟ يوجد هذا الشيء في تاريخ البشر؟ كيف وأنهم هم أثاروا هذه الحرب؟ كيف وأن الإمام عليه الصلاة والسلام حاول محاولات ومحاولات وما رضوا؟
بعد ذلك يأتي ويستشيرهم، ماذا أصنع بكم؟ أنتم قلوا. وهم يشيرون عليه أن يعفو عنهم، وهو بالفعل ينفذ ما قالوا. وعندما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قد عفوت عنكم، قد عفى يعني بما لكلمة العفو من معنى. مرة يقول قد عفوت عنكم يعني لا أقتلكم، لا لا، أمير المؤمنين ما قتل بعد الحرب، بعد انتهاء الحرب ما قتل أحدا منهم أبدا، ما سجن أحدا منهم، ما حاكم أحدا منهم، ما صادر أموال أحد منهم، ما قطع راتبهم من بيت المال، ولا قلل راتب أحدهم من بيت المال، نصف درهم ما قلل، نفس الراتب. قد عفوت عنكم، قد عفى عنهم، فقط عفى، لا أكرمهم. هذا إعجاز في الفضيلة أم لا؟ ماذا يسمى هذا؟ كلمة واحدة، قد عفوت عنكم، انتهى كل شيء. قد أبكوا عيني أمير المؤمنين في حرب الجمال باستشهاد مجموعة من أصحاب أمير المؤمنين من المقربين لأمير المؤمنين. كم أمير المؤمنين هو جرح في هذه الحرب، هو بنفسه الشريف، جراحات عميقة. كم صنعوا ما صنعوا، قد عفوت عنكم وانتهى كل شيء. عندما أقول إحياء ذكريات مرتبطة بأهل البيت، إحياء للفضيلة، نشر للفضيلة، وما أحوجنا إلى الفضيلة اليوم وفي كل عصر. اليوم الشخص يغضب غضبا صغيرا يقتل غضب صغير. في هذا الزمن كم نحتاج إلى الفضيلة؟ عظيم الغدير ليس فقط شيء واجب، آثاره طبعا كل عمل بحسبه بمقداره، ينشر الفضيلة آثاره في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ولاية أمير المؤمنين حسنة، حسنة في الآخرة فقط لا في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تدخلك الجنة، الحسنة في الآخرة هي الجنة. ما هي الحسنة؟ الحسنة ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة، الحسنة هي المودة في القربى، الحسنة هي ولاة أمير المؤمنين في الدنيا حسنة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. روايات في تفسير كلمة الإحسان في هذه الآية المباركة، الإحسان ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد. إحسان، أمير المؤمنين صلوات الله عليه حكم 4 سنوات ونصف فقط، فترة حكمه كانت قصيرة جدا. انظروا العظماء الذين تخرجوا من مدرسة أمير المؤمنين في هذه الفترة. لا أتكلم عن عظماء في العلم، لا أتكلم عن عظماء شجعان، أتكلم عن عظماء في الفضيلة. من تخرج من مدرسة أمير المؤمنين؟ مالك الأشتر، ميثم التمار، حبيب بن مظاهر، عمرو بن الحمق الخزاعي. هذه النماذج في مجال الفضيلة. يا أخي مالك الأشتر هذا البطل الشجاع القوي، وهو والي يعني عنده سلطة سياسية أيضا، يرميه شخص بحجارة أو بشيء آخر، يذهب إلى المسجد ليدعو لذلك الشخص أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. بالله عليكم أي فضيلة هذه؟ هذا واحد من تلاميذ مدرسة أمير المؤمنين. عندما أقول منهج أمير المؤمنين منهج فضيلة، ميثم التمار ناهيك عن شجاعته، ناهيك عن علمه
الواسع الشامل. ميثم التمار نموذج درة في الفضائل، حبيب بن مظاهر قطعة فضائل، منهج أمير المؤمنين يخرج هكذا نماذج، نشر، تعظيم، إحياء، احتفال بالغدير، أي شيء مرتبط بالغدير بنسبته حتى أصغر عمل بنسبته ينشر الفضيلة في النفس وفي الناس، لأنه يربطك بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، بمصدر الفضائل. المرتبطون بأهل الفضائل يكسبون، كل بمقداره يكسب فضائل، والمرتبطون بأهل الرذائل يكسبون. اقرأوا تاريخ بني أمية، اقرأوا تاريخ الآخرين ماذا صنعوا. مثل هذا العمل الذي صنعه شخص بمالك الأشتر، رماه بحجارة أو بشيء، مثل هذا صنع بزياد بن أبيه في زمن معاوية. كان دخل إلى المسجد شخص رماه، اقرأوا التاريخ ماذا صنع، رماه بحجارة، رماه بشيء بس حصوة، أمر في المسجد شخص رماه، أمر أن تغلق أبواب المسجد، أغلقت أبواب المسجد، الآن لا أتذكر 300 أكثر لعله أيدي قطعها، شخص رماه بحصوة بشيء ما أعرف من هو، أمر أن الأيدي تقطع، قطعت أيدي في المسجد لعله 300 يد. ربط النفس وربط الناس بأمير المؤمنين ربط بالفضائل، ترك الناس من هذا المنهج يجعلهم في الصف الآخر. في الصف الآخر ماذا يكسبون؟ واضح، منهج الفضائل ينشر الفضيلة، المنهج الآخر ينشر قطع أيدي. هذا لا يبدو لي واضح. على مشارف عيد الغدير، كل بما يتمكن كيف ما يتمكن، ولو لنشر الفضيلة، ولو بهذا الهدف، يقف للغدير، ينشر الغدير، يعظم الغدير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم بحق أمير المؤمنين، بحق رسول الله، بفرحة رسول الله وأمير المؤمنين في الغدير، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا خدمتهم، اللهم ارزقنا اتباعهم، اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا قريبا عاجلا، وشفاعتهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.